تراجعت حصة الفرد من إجمالي أقساط التأمين في الأردن خلال العام 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه كما أرجعه كما أرجعته وزارة الصناعة والتجارة في تقريرها إلى صدور النتائج الفعلية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 حيث كان عدد السكان للأعوام السابقة مقدرا ولا يشمل أعداد اللاجئين السوريين فإجمالي أقساط التأمين للعام 2015 بلغت 550 مليون و300 ألف دينار حصة الفرد منها 57 ديناراً و70 قرشاً في حين بلغ إجمالي الأقساط للعام الذي سبقه 371 مليوناً و700 ألف دينار حصة الفرد 178 ديناراً و80 قرشاً إلى ذلك أظهرت البيانات أن نسبة تغلغل قطاع التأمين في السوق الأردني ضعيفة وثابتة على مدى العامين 2014-2015 وهي 2% استنادا إلى نسبة مساهمة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2015 وهي أقل من المعدل العالمي البالغ 6.2% ومرتفعة بالنسبة بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يبلغ المعدل فيها حوالي 1.9%